أجواء حارة في معظم مناطق المملكة وزخات رعدية في جنوب المملكة وأجواء لطيفة ليلاً في الشمال والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وكما نشاهد من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب أن الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة ولكن تبقى الأجواء لطيفة في مناطق الشمالية ويوجد أيضا احتمالية لزخات من الأمطار على جنوب المملكة. أما يوم الخميس فتبقى الأجواء كذلك الأمر وتبقى الأجواء لطيفة في شمال المملكة خلال الأيام القادمة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 18 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض أجواء حارة جدا من 46 درجة إلى 45 درجة خلال يوم الأربعاء والخميس والجمعة في ساعات النهار. ليلا تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 إلى 33 درجة مئوية في العاصمة الرياض. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها من سكاكا 35 إلى 25، في عرعر من 35 إلى 25، في تبوك من 35 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل، في مكة المكرمة 40 إلى 30، في الطائف من 34 إلى 26، في المدينة المنورة من 44 إلى 30 درجة مئوية، وفي جدة من 36 إلى 29 درجة في ساعات الليل. في أبها احتمال لزخات أمطار رعدية من 31 إلى 20، في الباحة من 28 إلى 23 أيضا مع احتمال زخات أمطار، في جازان من 36 إلى 32 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام 44 إلى 30 أجواء حارة، كذلك الأمر في الإحساء 47 إلى 31، وفي حفر الباطن من 45 إلى 32 درجة مئوية. أما في الرياض من 46 إلى 34، في بريدة من 44 إلى 30، وفي حائل من 38 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. وكانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.